مشاهدين شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. الحالة ديالنا حاليا هو واحد السيد كان خدام في واحد المعمل، ونتيجة هذه الأزمة اللي كتمر بها البلاد ولا اللي كيمر بها العالم كامل ديال كورونا، اضطر أنه يتوقف من الخدمة ديالو، وقفوه. ومن ديك الساعة دابا رجع كيمشي للموقف الى جاب ربي شي حاجه في ديك النهار ومشى يترزق بها، ما كانش ما كيجبرش ما يجيب نوليداته. هو ابن ثلاثه الاطفال، مجوج، مول الدار دابا حتى هو كيغوت عليه على الكرا، عليه مجموعه ديال الكريديات. ودابا حاليا من دابا راه تقريبا عام وزياده هو موقف على الخدمه، وعام وزياده هو كيفتش على خدمه وما جبراش. دابا حنا جينا عنده باش يعودنا هو بالضبط كيفاش خرج من هاد الخدمه، شنو وقع له. تفضل سيدي، شنو الحكايه ديالك؟ سيدي السلام عليكم، وتحيه للمشاهدين الكرام، وتحيه لشوف تي في. كنشكر شوف تي في من هذا المنبر هذا، تحيه لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. انا كيف تعرف الانسان، هاد الازمه هذه اللي جات على جميع المسلمين، هاد الوباء هذا، كنا خدامين مزيان تقريبا شحال من سنه وحنا خدامين في واحد المعمل. مؤخرا بدينا كنخدموا 10 ايام 15 يوم في الشهر، يعني ما بقاتش كتكفانا. عارف الانسان كاري وعنده ثلاثه د الوليدات والمصاريف، وهذه يعني صعبه الحل. بقاو بينا هذاك 10 ايام 10 ايام، مره 15 يوم، مره 10 ايام، حتى صافي سد الوريقات. ما كاينين شي باش تقول يعني شي بلاصه ولا تتابع شي حاجه، راك عارفه يعني ما كاين لا وثائق لا والو. وطابينا ومشينا بحالنا، وملي مشينا بحالنا يا جاب الله خرجنا هيدا للموقف. بقيت كنخدم عود من الموقف، تنخدم في الموقف 3 ايام يومين، راك عارفه تخدمي 3 ايام وتجلس يومين، تخدم نهار وتجلس يومين. مؤخرا مشيت تنخدم شي نطلع شي سيمه لشي السطح لشي واحد، وهزيت شي شكايه ديال السيمه وظهري ضارني. يعني دابا حاليا ما كنقدرش نهز الثقال مره، وتقهرت يعني تقهرت انا، عرفتي ولا تنموت نهار على نهار بالفقر. لا قلت لكم شحال من حاجه ما كليتهاش هادي شهر والزياده، اقسم لك بالله العظيم الا شحال من حاجه ما كلينا هادي شهر والزياده، ما كناكلوش شحال من الحوايج اللي خصنا ضروري ناكلوهم، والله ما كناكلوهم. عايشين عيب، داكشي اللي ضعيف باش عايشين هنايا، يعني راك عارف ما عندناش. يا انتينا دابا نتوما شفتوا الحمد لله، غتشوفوا تو بعينكم كلشي عندنا، ما عندنا حتى حاجه، ما حتى البوطه الاخره قسما بالله الا خوات دابا، وما عندناش باش نعمروها، ما تهضرش المواد الغذائيه، ما عندناش، ما عندنا الغالب الله. غرقت انايا بالكيديات صراحه الله. دابا مول الحانوت وصل عليا شي 5000 درهم وشي حاجه، الكاع شهرين اللي تسلفت من الناس هما تيغوتو عليا دابا حاليا، باغي الفلوس ديالهم، وانا ربي اللي عالم بيا. وحالت غير المرا اللي كتخدم مسكينه مره في الميناج، كتعاونني بديك يومين حتى هي في السيمانه كنصرفوها، كانت قسم وايدة. اما انا قسما بالله العظيم الا حشمت هيدا نحشم وخرج نطلب، لان واصله ليا العظم، وانتم تشوفوا بعينكم كل شيء. ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا حتى حاجه في الدار، بغير السكر وواحد الطاسه ديال الزبده هي منزله تمايا، تينا غتشوفها الاخت بعينك. وبغيت المحسنين، وكنطلب من جميع المحسنين لا داخل الوطن ولا خارج الوطن يتعاونوا معايا، حتى انا كنت تنحلم وتنفكر اني شحال من حاجه من كنت خدام، تنحلم حتى انا يكون عندي مثلا شي حاجه مشروع راسي، ندير شي حاجه بيع وشري راسي، اولا ندير شي موطو ثلاثه روايض نخدم به، اولا انا شحال حلمت تكون عندي غير براكه، غير براكه ديالي، بغيت غير براكه وحده تكون ديالي، واخا تكون غير بالزنك، غير ما نبقاش كاري. الكرا قهرني، غير كلشي ليه الدواء، وحتى الكرا غلبني بزاف. كنحلم وكنبات نحلم وكنبات نطلب الله سبحانه وتعالى حتى انا تكون عندي غير براكه، وغيب راك ما غير بيت واحد، بيت والطواليط ونعيش فيه، وما يدقش عليا ملكة كل شهر وانا ما عنديش، وخصني نخرج نتسلف مع شي واحد ولا ندبر، المهم شي واحد نعطيه الفلوس ديالو، لان انا لما خلصت الكا راه كلشي كيعرف المجتمع ديالنا، الا ما خلصتيش الكا راك غتخرج للزنقه. هذه حاجه باينه، يصبر عليك شهرين، ولكن عيخرجك. ودابا كنطلب من جميع المحسنين يتعاونوا معايا، اللي يقدر يساعدني مرحبا يجي عندي للدار، مرحبا به. محتاج للمواد الغذائيه، محتاج لاي حاجه قضاتي سانتي اختي، حتى الفراش انت كتشوف بعينك الفراش ما عندناش، حتى الفراش، لا حوايج ديال الدراري والله ما عندنا، لا الحوايج الدراري
شحال ما شيت لهم، هذه دابا طالعه في عمه تكسى ومساكن. المهم الحاله ديالنا انت كتشوف اختي، الحاله ديالنا ضعيفه بزاف، وبغيت خوتي المسلمين يتعاونوا معايا بالقليل وبالكثير، واللي قدر يساعدنا اولا هنا يجي عندنا مرحبا به، بابنا مفتوح يجي يشوفنا، ولا اللي قدر يعاوننا بداك الشيء اللي قسم الله. الله يرحم الوالدين، وكنطلب من جميع المحسنين يتعاونوا معانا، وكنطلب حتى من صاحب الجلاله الا كيشوفني يتعاون معايا. انا وصلت لي العظام، ومؤخرا دابا كنفتش غير على خدمه، غير على خدمه عساس. بغيت شي مع عساس نخدم انا عساس، وتخدم الزوجه ديالي في الميناج، ونتعاونوا بداك الشيء اللي قسم الله. لان اختي الزمان دابا انت غلب يد وحده والو، خعيت نخدم يد وحده اختي ما كتعمل والو. قلنا نتعاونوا انا وياها على داك الشيء اللي قسم الله، نجيبوه ناكلوه ونخبعوه شويه، حتى حنايا مع المودة ان شاء الله بحول الله نعملوا شي حاجه راسنا. ولكن اختي الكايدي هو اللي غلبني بزاف، مي كنجي نجمع حاجه كتكون الكايدي عندي من جهه، مي كنصور شي 200 درهم حتى كيطلق خانه كيقول لك واحد 100 درهم باقا عندك. يعني اختي الكايدي قهرني بزاف، واملي في الله سبحانه وتعالى، واملي في المحسنين يتعاونوا معايا ولو جهد الوليدات هادو. الوليدات ديالك فين كيقراو؟ شحال عندي عمرهم واحد معاك؟ كيقرا في الثامنة، عنده 14 عام ونص، عندي بنيته كتقرا في الثاني عندها 8 سنين، وعندي العيل الصغير عنده 4 سنين دابا، يلا كمل 4 سنين. والله العظيم ما عندهم حتى الحوايج مساكن، والله ما عندهم حتى الحوايج، وتا اللي عنده الحوايج قلتي لي قطع. قبيلتي بلي بنيته ديالك بغات تشري شي كتاب وما جبرتيش ما هي عنديش تشتري. يا اختي، اقسم لك بالله البارح قالت الاستاذه جيبوا واحد جوج كتوبه، وما عنديش حتى باش نشري لها حاجه. الكايوكا الاخرى تبعتني عليها 4 ايام، قسما بالله الا 4 ايام تبعتني، تجبتها لها البارح بالكايدي من عند البقال، تبعتني عليها 4 ايام وهي كتقول لي با الكايوكا با الكايوكا، حتى البارح البارح عاد جبتها لها بالكايدي من عند مول البقال، حتى هي والله ما خلصت دابا ديك الكايوكا، باقي مول البقال كيتسني. واش غنقول لك، انا وحلت وعييت، وقهرني الفقر، قهرني الفقر ومعذبني كل نهار صراحة الله. وأقسم لك بالله ما كان نعس، ولكن نعس لا بالليل ولا بالنهار، كان بات نخمم قسما بالله أختي، لا كان بات نخمم. بالنسبة للزوجة ديالك، أختي هنا هي بغات عين الميناج مسكينة، تخدم هي في الميناج حتى هي، أجي واحدة إذا خدمة في الميناج هي عندها العوا، ولا كتعرف تخدم هي بالنهار إذا الميناج وتجي، وأنا نخدم تقول زعما عساس وندبو ونتعاونو. انا كل امل ديالي كنت باغي زعما نشري تريبورتور، زعما تريبورتور الموتور الى سهل لي، كنت هذه الفكره ديالي نشري تريبورتور ونعدل فيه المأكولات، تبقى نعدل لي هي في الدار اذا وتعاونوا المأكولات تنوياها على زي تبقى تعدل تعدل لي وانت الماء. تخرج تبيع. الله يرحم لك الوالدين، قلت انا زعما تعدل لي المأكولات ونمشي هذا الباب المعامل، نمشي مثلا طلع فينا نمشي شي بلاصه فيها بنادم بزاف، ونبدا نبيع ديك السندويشات الخاصين هيدا، وتكون الماكله ديال الدار مثلا. هذاك هو الامنيه ديالي، كان عندي يكون عندي موطور ونجهزو مثلا نمشي تلني بيها ستيتو وكذا، وهي بدا تطيب الماكله وانا نبيعها في الزنقه، وهي بنفس الوقت خدامه في الدار وانا خدام على برا، ونتعاونوا. كتعاونوا مع بعضكم ولكن يعني. اختي لي يد قاصيه وليد الماما التاليه ما تجمعنا، والله غالب اختي. هو انت كتشوف واش اللي كاي ب 1200 درهم وكيخلص 200 درهم ديال الموضوع، هي 1400 درهم، وفين هي المصاريف ديال الحياه؟ انا نقول لك نحلف لك اقسم لك بالله، الدجاج دابا تقريبا شهر وزياده ما كليناه، والحوت اقسم لك بالله دابا تقريبا طلع في شهر، الجاره دقات علينا والباه عطاتنا مسكينه شي 4 الحوتات ولا 5 الحوتات هيدا طايبين. اما الشحال اللحم بلا ما نقول لك اللحم، راه انسان راه كل شيء راه كياكله من العيد للعيد، راه حاجه باينه، عايشين من داكشي القطنيه، لا كاين شي حاجه د القطنيه، لا كاين شي حاجه كدبر هيدا الحسوه والتشيشه. ومن بعد خطا انا قلت لك، من بعد خطا ما كتفضل ما تتعشى شي، كل ما عندك شي الخبز واتاي وكتتعشى. والله غالب بغيت خوتي المحسنين يتعاونوا معايا، وتا اللي قدر يتسخر لي ما يعطيناش الفلوس، اللي قدر يتسخر لينا مثلا يجيب لينا غير السخره يتسخر لنا الله يجازيه، بغينا المواد الغذائية وبغينا الخوضة، وتا اللي قد يخلص لنا شي شهر ولا هادي يجي عدو بيد ويخلص لينا، احنا ما يعطينا حتى حاجة الفلوس، واش ما يقولش طامعين اختي في الفلوس ولا شي حاجة، يجي يخلص بيدو نمشي معايا، ويخلص مول الحانوت ويخلص الكرا ويجي يتسخر لي، هذا ما بغيت انا. وحتى اللي بغى يعاوننا الله يرحم الوالدين، والله يجازيكم بالخير اختي. انت شفتي الحالة ديالنا، احنا ضعافين بزاف، انا حاليا دابا تيكاتو ظهري مريض، يعني ما نقدرش نخدم، مع ذلك لا كانت شي عسه هيدا نعاس، او لا قلت لك شي مشروع يعني راسي ما تقدرش نخدم، شي حاجة يتوز فيها الثقالة ولا لا الانسان ما والو اختي يقدرش. شي عسه هيدي الدنيا هانيه نعاس، ماشي مشكل نعس بالليل ولا بالنهار ما عنديش شي مشكل، انا ونخدم معايا المراه هيدا في الميناج الدنيا هانيه ماشي مشكل اختي.
وكنطلب خوتي المحسنين يتعاونوا معايا، الله يرحم الوالدين، وقفوا معايا، اخوكم انا حسبوني اخوكم، عاونوني داكشي اللي قسم الله. ما مع عندكش عائلتك، ما عندكش ما عائلتك عندهمش يا اختي، ما تعاونوك في حال ولا؟ تمشيت انا وصى في الدار، انا هو اللي كنعاون معاود، انا هو اللي كنعاون مع اختي، يعني انا هو اللي كنعاون، انا هو اللي كنمد لهم يد المساعده، فهمتي؟ انا وين كنت خدام كان واقف عليا الوالد الله يرحمه مسكين، الوالده الحاله ضعيفه هي اللي بقات كنعاونها مره مره، اذا ما كنجمع شي بركه كنت كنعطيها، ودابا اختي الغالب الله ما انا بيدي خص اللي يعطيني، وما عنديش، يعني انتي دخلتوا وانتم شفتوا بعينكم، ما عندناش يا اختي لا فراش لا ما لبسوا لا حوايج لا اتات لا تا حاجه، ولا اله الا الله، غلبني الزمان اختي، وليه لي حوش شي مسلم، وليه يحط شي واحد في بلاصتي انايا، انا ماشي مديت يدي هدايا، والله اللي عالم بيا، والله اللي مطلع على قلبي، انا تنموت نهار على نهار، والله العظيم اختي لا كنموت نهار على نهار، ربي شاهد عليا واخا دابا اللي بغى يعاونك اولا يجبرك، فين يقدر يجبرك اولا؟ كيف اختي. يقدر يتواصل معك؟ انما هذا التليفون ديالي 07 06 77 15 86 35، 06 77 15 86 35، والله يرحم الوالدين، والله يجازيكم بالخير لما وقفوا معايا وتعاونوا معايا، حسبوني اخوكم، وبغيت المحسنين كاملين، ولا اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي ويتعاون مع خاك، حسبني خاك، ولا حسبني واحد من افراد العائله ديالكم، الله يجازيكم بالخير لما تعاونوا معايا، انا والله العظيم الزمان غلبني وقهرني، وانا ما درت الفيديو وصلت بيا حتى العظام، انا ما لقيت شي حل، ما لقيت شي الوال والو، عييت من ضواهي اذا غرقت كريدي، الانسان ما تيغرق الكريدي صعيب يعني، والله يفرجها على جميع المسلمين، والله يرحمكم الوالدين، وشكرا لشوف تي في بزاف صراحة، الله تجاوبت معايا سالتها مسكينة، تجاوبت معايا في البلاصة، الله يرحم الوالدين وجزاكم الله خيرا، الله يرحم الوالدين. إذا مشاهدين شوف تي في، كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. كيف ما سمعتوا السيد كان خدام، ما بقاش يخدم كيف ما قلت لكم في الأول، عيامي يفتش عليه كريدي ديال الحانوت اللي 5000 درهم وصل دابا، كيسلف باش يخلص فلوس الكرا، ودابا حاليا الناس اللي سلف من عنده حتى هما كيتشكاو كيقولوا له بغينا رزقنا. وليداتو ما جابر باش يوكلهم، ما جابر باش يشري لهم لا ادوات لا حويجات باش يكسيهم ولا حتى شي حاجه. اذا مشاهدينا خلالكم الرقم ديالو كيف ما سمعتوا معنا في الفيديو، هو خلالكم رقم اللي بغى يتواصل معاه واللي بغى يجي عنده، راه ساكن في طنجه في الثانيه في الحومه ديال الواد، الرقم ديالو هو كاين باش يتصل به، وحنا خليناها لكم هنا في العنوان. اذا كنتم معنا في هذا البث من مدينه طنجه، مع السلامه.